كر الشر يا بنت عمي عوره. انت عايز ايه بالظبط؟ عايزك تسمعني كويس قوي، لاني خلاص مش هستحمل بعد كده، واي حد هيدوس لي على طرف هاكله بسناني. ان شاء الله حتى اصور لكم قتيل في البيت ده. يما ريا، ايه هالفترة اللي بتهلفطيها دي؟ ورحمه امي، لو فضلت ماشيلي على الحال ده لحد جوه الفش ومتعرفليش طريق جر. تاني يا شوق، تاني ما قلنا بلاش الاسطوانه الزفت دي. لا لسه، واللي ظهره قافش يا اخويا ما يشيلش، وما يجي يشيل يشيل على قده. فهمت ولا فسر اكتر؟ تعالى. والنبي انا ما مصدقه سي خميس يعمل معاكي كل ده ازاي. سيبيني لوحدي يا بيسا. اسيبك؟ اسيبك ازاي وانت محتاجه؟ بقولك سيبيني. حاضر عيني، حسيبك انا قاعده بره. احتاجتي اي حاجه او اي حاجه تعوزيها انا بره، اندهيني بس. وجع الجده مقدور عليه يا بيسا، انما وجع القلب ده اللي ما يقدر عليه حد. يا خساره يا خميس، يا خسارة كل حاجة حلوة بينا، يا خسارة يا فندينا، يا خسارة. الله عليك، يا واد يا جامد ده، أهو كده أنت تمام التمام. يا والنبي يا معلم، ده أنا دماغي لفت بقت عاملة زي النحلة، كل ده من نفسين مش قادرة. يا بنت افهمي، الدماغ دي هي أصل البني آدم، وهي اللي بتفرقه عن بقية المخلوقات. الواحد من غير مزاج حيوان، زي الواد براء ابني بالظبط. بس انت شديت معاه قوي يا معلم. واد غف هيبوظ لنا الشغل كله. مش كفاية بضاعة ولوفات ياما راحت علينا بعد ما حتى اطبخ فيها شهور؟ جاء فانتينا هياكلها الجاهز، وكل ده من تحت راسه هو. ازاي يا معلم؟ اقول لك ازاي، بس خدي شدي، حاكم حلاوتي الشد ايه؟ هات وخد، هات وخد، خدي. لو النبي يا معلم، خلاص دماغي بقت في الطراوة، خلي يبقى عندي شوية نفس اوصل بيهم الأوضة، ولا امشي اتكعبل على بوزي واداس بالرجلين. بس قولي والنبي يا معلم احكي لي، اصلا بحب اسمع الحكاوي قوي. بتحبي الحكايات قوي؟ حس كده بقى. شهريار هيحكي وشهرزاد تطرطق لي الاذن الوسطى. اهو احبك حافيه.
خميس؟ مستحيل. مساء الفل على ياسمين. قلقت منامك؟ بالعكس، أنا لسه نايمة ولا إيه؟ مالك يا فاطمة؟ بتلخبطي ليه؟ هتصدقني لو قلت لك إنك كنت معايا دلوقت. كنت معاكي فين؟ في الحل. حل؟ وكنت عامل إزاي؟ كنت بتضحك، وشك زي البدر المنور، وعينك ما فيهاش اللون الأحمر ده. وانتي؟ كنت حاسه اني طايره في سبع سما. والله العظيم انت زي العسل. والله العظيم انت زي العسل. انما كبرتي بسرعه قوي يا فوطه. العمر مش بالايام اللي بتعدي علينا ولا بالسنين اللي بنعدها. العمر بالحاجات اللي بتعلم فينا والناس اللي بنحسها. عالم حلو برضه. حلو حلو. يخلي الواحد يقول ولا موزونه كده، مش زينا بقى نقعد نطنجن ونبكي المغيره. عشان كده انا عايزك تكملي اعلام. كملي اعلام وطبي الاولانيه. طمنيني. عامل ايه دلوقتي؟ طمني انت عليك وقولي ايه اللي جابك في ساعه زي دي. لقيت نفسي مخنوق. برضه قلت اجي اطمن عليكي. انت كويس؟ انا تمام تمام. ورا انا عايزك. خير يا معلم. اقعد، عايزك في حوار كده. حوار؟ اقعد يا ابني. ادينا قعدنا يا حاج. قول. المصيبة ان انا بقول كتير بس انت ما بتسمعش. وعارف انت ناوي توصلني لحد فين؟